مش عارف نبدأ ازاي، بس يلا ها يلا هوبا ماشي. ناس كتير سألوني عن الموضوع ده فحابب اتكلم عنه. المقولة دي من اول ناس كتير سألوني عن الموضوع ده فحبيت اتكلم عنه. من وجهة نظري مدخل لموضوع مهم جدا. احيانا كتير بندي لنفسنا فوق الواقع، يعني بندي لنفسنا قيمة فوق الواقع عشان نثبت بقى للناس او نثبت لنفسنا، الله اعلم. بس انا شايف من وجهة نظري ان دي غلطة كبيرة جدا بنعملها مع نفسنا، لاننا لما بنحط نفسنا في موضع مش اصلي ومش حقيقي بيبقى اوفر، يعني ده بيخليك وده عليك فرصة انك تعرف حجمك الحقيقي فتشتغل اكتر. فانت لو عندك العقلية دي من التفكير ان لازم ترسم للناس مكانة ليك بينك وبين نفسك، هيحصل طبعا يعني مش تبقى مقدر لذاتك الحقيقية، يعني مش تبقى مصدق نفسك. تاني حاجة، مش هتبقى مقدر لإمكانياتك لو انت صدقت الكذبة اللي انت بتكتبها، فهيأثر على سعيك في الوصول للمكانة اللي انت عايز توصل لها. انت نفسك ناس كتير تسألك ولكن مش هنسألك.